السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. الحلقة رقم 4 النهاردة من الزواج وفكرة الزواج واختيار شريك الحياة، وزي ما بنقول بعض الفروقات ما بين العرب او الشرق الاوسط ومصر وما بين امريكا وبين اوروبا فكرة اختيار شريك الحياة. في حاجات بقى مهمة النهاردة لو لقيتها اثناء فترة الخطوبة. طبعا دكتور حسام عايزني اجري بسرعة وعايزني اخش على شهر العسل وعلى الجواز وعلى مشاكل الجواز، مش هخش لها دلوقتي. انت بتتكلم في نقطة مهمة جدا جدا، اختيار البني ادم اللي قدامك اثناء الخطوبة عشان تكتشف عيوبه، لان في بعض الناس لو ما اكتشفتش عيوبها وقت الخطوبة هتبقى من ضمن ال 275 الف بني ادم اللي بيتطلقوا كل سنة. لان احنا زي ما قلنا الاحصائيات المره اللي فاتت ان عندنا في تقريبا 1,000,000 شخص او 970 وشويه شخص اتجوزوا، 950,000 شخص اتجوزوا سنه 2019، بتكلم على احصائيات 2019، بمعدل ان في حاله جواز 2 بيتجوزوا كل دقيقه و8 ثواني، و تلتهم تقريبا اتطلقوا في نفس السنه، لدرجه ان في 11,500 شخص اتطلقوا بامر المحكمه غير الخلع غير المشاكل. فلو انت في فتره الخطوبه ما اكتشفتش العيوب الخطيره دي، الدنيا هتبوظ معاك وتبقى من ضمن التلت مليون اللي بيتطلقوا كل سنه على الاقل، غير في تلت تاني بيعيشوا مضطرين عشان عيالهم، وفي دوبك 10-15% بيعيش عشان بيحبوا بعض او عشان فعلا حياتهم مستقره الى حد ما. طب ايه هي العيوب؟ عندنا تلت عيوب خطيره، لو انت لقيتيها في خطيبك سيبيه مش هتتصلح، لو انت لقيتها في خطيبتك امشي، قول لها كل حاجة اسمه نصيب. ايه هم التلات عيوب؟ اولهم الشخص المتعالي المتكبر. لو لقيت خطيبتك متكبرة ومتعالية ابعد. طبعا ده بيبان في الخطوبة وبيبان في المشاكل. بص على طريقة تعاملها مع امها وابوها، بتتعامل معهم ازاي؟ بتحبهم؟ بتتنطط عليهم؟ بتتعصب عليهم؟ زربونا على طول، لازم تبرر ولازم تطلع نفسها هي الصح، لازم تفضل تحكي 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 وتتكلم، لا انا غلط، انا صح، انا صح، انا صح، انا صح، انا صح، انا صح. ابعد. لو لقيتي خطيبك بيتعامل بالطريقه دي ابعدي، لقيتيه بيتلكك كل شويه علشان تصالحيه ابعدي، لقيت خطيبتك بتتلكك كل شويه كل شويه علشان تصالحها ابعد. في عيوب خطيره لو ما لحقتهاش وشفتها بعينيك ابعد. يبقى اول خطوه او اول حاجه المتعالي المتكبر، الشخص ده نرجسي، ابعده عنه، ما ينفعش للجواز، ما ينفعش حتى يبقى صديق. ايه هو تاني شخص؟ وهنتكلم عن النقط ديت ونشرحها بالتفصيل اكتر، لان انا بحب التفاصيل دي بالذات لانها خطيره جدا، وكتير مننا هيشوف ده وهتشوفه ده، هتشوفي زوجك ما بيغلطش، انا بغلطش، زوجتك ما بتغلطش، انا بغلطش، انا نازله من السما، هما الغلط، عارفين انتوا يعني. خش على النقطه الثانيه بسرعه كده. ايه هو النقطه الثانيه؟ الاناني او الانانيه. لو لقيت خطيبتك انانيه، محبه لنفسها باصعب الطرق الممكنه، تلاقيها مثلا غضبت وزعلت واتقمصت عشان انت ما جبتلهاش الحاجه اللي هي عايزاها. طب لما عملت كده فيك وقت الخطوبه، باي باي، ما تنفعكش بعد الجواز. الشخص الاناني اللي عايز يبقى هو محور الكون، هو او هي عايزين يبقوا محور الكون وكل الكون يلف حواليه، نرجسية، ابعده، ما بيتصلحش. طب بتعرف ازاي ان هو اناني؟ على طول نافش ريشه، واخد اسلوب الطاووس، انا وانا عملت، انا سويت، انا عملت، انا سويت، ده انا اللي قلت، شفت، انا اللي قلت، انا اللي قلت، انا اللي قلت، انا كان احساسي، لو كنت سمعت كلامي شو يقعد يندمك. اناني، ما بيشوفش اي حد في الدنيا غير نفسه بس، ما بتشوفش حد تاني في الدنيا غير نفسها بس، والمكياج واللبس والبتاع، وما بتغلطش وما بتعرفش تعتذر ابدا، ولا بيعرف يعتذر ابدا، ما عندوش ثقافه الرحمه والاعتذار وخفض جناح الذل من الرحمه. برضو راجعوا الشخص دوت مع علاقته مع امه وابوه جوه البيت، هنا هتلمحوا. النقطة الثالثة، لو لقيتها عند مراتك أو لقيتيها عند، قصدي لقيتها عند خطيبتك أو لقيتيها عند خطيبك، لازم تدوه ظهركوا وتمشوا. إيه هي بقى؟ نقطة خطيرة جدا هنقولها لكم دلوقتي. النقطة الخطيرة بقى الثالثة، اللي لو لقيتوها عند خطيبك أو لقيتيها عند لقيتها عند خطيبتك أو لقيتيها عند خطيبك، الشخص السلبي الناقم، الناقم السلبي اللي ما بيشوفش اي حاجه في الحياه غير بسلبيه، اللي كل حاجه عنده زفت،
الدنيا زفت، صحاب زفت، اهلي زفت، الشخص اللي عايش دور الضحية اللي عينه ما بتلقطش غير العيوب، ما بيشوفش الايجابيات ابدا، ما عندوش يقين ان بكرة احسن، ما عندوش سن التفاؤل، على طول شايف كل حاجة سودة، على طول كل حاجة شايفها سودة. قولك ما هو اصل انا من التجارب اللي انا عشتها يا دكتور، التجارب اللي انت عشتيها حاجة انتهت، احنا اللي بنجذب التجارب السلبية ديت لنفسنا. ان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده، انا عند ظن عبدي بي ان خيرا فهو له وان شرا فهو له. بمعنى ايه بقى؟ ما ينفعش كل شوية الاقي خطيبتي مش شايفة اي حاجة في الدنيا غير السلبي وبس، خطيبي مش شايف كل حاجة، شايف المميزات، ماسك بس في العيوب. لذلك العرب زمان قالوا لنا حاجة حلوة قوي، قالوا لنا جملة جميلة جدا جدا وبعشقها بصراحة، لا تنكحوا الأنانة الحنانة المنانة ولا عشبة الدار أو البراقة. دول خمس حاجات نقولهم تاني وهنشرحهم المرة الجاية وانتوا بحثوا عنهم، الحنانة والمنانة والأنانة وعشبة الدار والبراقة والشداقة. هنتعلم الحاجات دولت، نقولهم تاني، نقولهم تاني، لا تنكحوا المنانة الحنانة الأنانة البراقة الشداقة وعشبة الدار، هنحكي عنهم المرة الجاية. بس خلينا نقول أول واحدة، مين هي الأنانة اللي ليل نهار بتشتكي؟ مين هو الراجل الأنان اللي ليل نهار بيشتكي؟ ما بيقولش أي حاجة حلوة في الحياة، بيشتكي وبس أو بتشتكي وبس. دي بس الأنانة أو الأنين. هنتكلم عن الباقي المرة الجاية. معلش يا دكتور حسام، احنا لازم نطول شوية علشان فعلا فعلا الموضوع ده مهم، وياريت الناس اللي بتشوف اللينك وبتعمل نفسها من بنها ما بتفرجش عليه او حتى يدوسوا سبسكرايب او اي حاجة، دوسوا سبسكرايب، بص تعمل كده بس سبسكرايب، الموضوع سهل جدا مش بعيد ولا في اي حاجة، هو لينك نازل قدامك، اعمله شير، اقعد اسمعه، اقعد اكتبه، وشاركنا باللايك بتاعتك الجميلة او بتعليق جميل. وعندي سؤال قبل ما اشرح لكم بقى المرة الجاية، مين هي الأنانة والحنانة والمنانة والبراقة والشداقة وعشبة الدار اللي هم أخطر صفات، لو لقيتها في الست اديها ظهرك واجري ما تقعدش، ولو لقيتها في الراجل اديله ظهرك واجره ما تكملوش. العيوب دي لا تصلح التعايش معها بعد الزواج، في عيوب ممكن تتصلح بعد الجواز وفي عيوب تانية مستحيل تتصلح بعد الجواز. حتى كان في احد الاعراب او احد التابعين كان عنده عيب خطير، فراح لخطيبته قال لها ايه، عندي عيب واريد الا اخدعك به، مش عايز اخدعك في العيب ده فلازم تعرفيه. فراحت ردت عليه قالت له ايه، اسوأ منك من يخرج منك هذا العيب، يعني انا خلاص هعرف العيب ده مش هطلعه من عندك. ممكن ما يكون العيب العصبية، ممكن العيب ايا كان بقى، بس خلي بالكم العصبية اللي هو بيوصل للعصبية من 1 لـ10 ده هنبقى نتكلم عنه وازاي تتجنبوه وتسيبوه ما تكملوش معاه، ان في عيوب لا ما بتتصلحش يا جماعة بعد الجواز. هتتجوزيه ما بيصليش مش هيصلي، مش هيصلي عشانك، هتتجوزيه بيشرب حشيش مش هيبطل حشيش عشانك، هتتجوزها بتلبس ضيق وبتعمل وكده اصل ربنا هيهديها انا هفضل وراها، ايوه طبعا ربنا يهديها، بس انت مش هي لو ما عملتش ده ليك انت، قصدي هي لو ما عملتش ده لنفسها مش هتعمله ليك انت، ولو عملته ليك انت لو الصبح زعلتها هتقلع الماسك اللي لبسته علشانك، او العكس هيقلع الماسك اللي هو انا اتغيرت عشانك والكلام ده. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله، عشان الفيديو طول شوية، ونشوفكم بكرة او بعد بكرة ان شاء الله في مين هي الحنانة والمنانة والشداقة والبراقة والأنانة وعشبة الدار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.